يحتفل العالم في العاشر من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للصحة النفسية، والذي يعد مناسبة عالمية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الصحة النفسية وتسليط الضوء على القضايا التي تؤثر على رفاهية الأفراد حول العالم. وفي هذا العام أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستبذل مع شركائها جهوداً متضافرة لإبراز الصلة الجوهرية بين الصحة النفسية والعمل، ويمكن أن تتيح بيئات العمل الآمنة والصحية عامل وقاية للصحة النفسية. فبيئة العمل الداعمة تعزز الصحة النفسية وتساهم في زيادة الحافز والاستقرار، وعلى العكس تؤدي ظروف العمل المتدهورة إلى تراجع الصحة النفسية، مما يقلل من الرضا الوظيفي والإنتاجية. وفي هذا الصدد تولي دولة الإمارات أهمية كبرى للرعاية والصحة النفسية التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الصحة العامة، وعاملاً رئيساً في رفاه المجتمع واستقراره وقدرة أبنائه على العطاء والإبداع ومواصلة مسيرة التنمية وإنجازها على أكمل وجه. وقد حققت الإمارات قفزات نوعية في مجال توفير خدمات الصحة النفسية وسهولة الوصول إليها من قبل كل الشرائح عبر مجموعة من الإجراءات والسياسات والمبادرات النوعية، فضلاً عن إطلاقها للسياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية والحلول الرقمية في هذا المجال. كما أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إطلاق فعاليات شهر الصحة النفسية 2024، الذي يعد أكبر حدث من نوعه على مستوى الدولة، ويستمر طوال شهر أكتوبر بهدف تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية في تعزيز جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.